برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب هيال حريري، ولمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والشبكة المدرسية لصيدا والجوار في خان الإفرنج المحترف الفني رمضان صيدا بالريشة والألوان، تحضيرا لمهرجان قناديل رمضانية والذي يستضيفه خان الإفرنج خلال الشهر الكريم. ويشارك في المحترف حوالي 40 فنانا من طلاب الفنون من الجامعة اللبنانية وجامعة القلبة ومعهد صيدا الفني، وهم من مختلف الطوائف الإسلامية والمسيحية. سيشرف على هذه اللوحات نخبة من الاختصاصيين والأكاديميين برئاسة الدكتور الفنان التشكيلي الأستاذ حسن جوني، وسيصار إلى عرض هذه اللوحات خلال شهر رمضان المبارك طيلة أيام شهر رمضان هنا في خان الفرنج برعاية معالي النائب السيدة بهية الحريري. وفي مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري، قدم طلاب قسم التربية الدينية احتفالية تخللها عرض فوانيس رمضانية ومجسم للكعبة المشرفة وقناديل للزينة ومشهدية المسحرات. وفي طرابلس يتحضر أبناء المدينة لاستقبال الشهر الفضيل. مدينة التعايش السلمي، ونتمنى ان اللي عم يقاتلوا يرحموا هالبلد. يعني بدنا نتامل من السياسيين انه يلتقوا مع بعض وحوش جفا بقى يحاولوا يزللوا هالعقبات. نتمنى من يعني الرجال السياسيين بالاحرى يعني يدعموا هالمواطن ويدعموا هالسوق التجاري اللي هو عاش 3 4 سنين بحرمان حركه اقتصاديه. ونتامل خير انه تجي السواح السنة من الخارج لهون، لأن السنة الماضية ما حدا قدر اجى لهون بسبب المشاكل اللي كانت عندنا هون بلبنان. أهالي عاصمة الشمال يأملون أن تنعم مدينتهم في هذا الشهر الفضيل بالأمان، وهو ما افتقدوه خلال السنوات الماضية.